نرحب بكم مشاهدينا في عدد جديد من فقرة ترند الوطنية، واللي رايحين نسلطوا فيها الضوء حول أبرز ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب وحتى تويتر. نفتتح فقرة ترند كالعادة بكل ما هو جديد في منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ بفوز المنتخب الوطني أكيد واللقطة الطريفة لبالليلي قبل تسجيل الهدف. خلونا نشوفوا مع بعض ونقول لكم. ستسجل من في الثابتة، يلعب العرضية والروسيو، الله والروسيو. وكانت التعليقات حول هذا الفيديو كالتالي: في التعليق الأول لعزيز معلم، يا بليلي أعطاه الكرة وقال له هاك كيفاش تضربها بالرأس. وفي تعليق آخر لسهيل، حركة بليلي دليل على قوة التركيز في المقابلة. وفي تعليق آخر، لو كان دارت الكاميرا بالماضي يكون هو تاني دار نفس اللقطة، واللي حماسي ويتفرج يقدر يكون عنده نفس الشعور. وفي تعليق آخر، مبروك علينا وإن شاء الله تكمل الفرحة والتأهل يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. وفي تعليق الأخير لفتح، أنا ودرتها ما خص لا بالليلي. وكرويا دائما، صورة متداولة لهدف إسلام سليماني ضد الكاميرون الذي جاء في نفس التوقيت هدف عنتر يحيى في ملحمة أم درمان سنة 2009. خلونا نشوفوا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش تفاعل مع هذه الصورة ونولو. وفي تعليق الأول لفؤاد، هذا يعني أنه راح نرجع من كأس العالم بدون أي هدف كما 2010. وفي تعليق آخر، سبحان الله. وفي تعليق الأخير، تسمى فيها خير. ونبقى مع الفوز، لكن مع الكوتش جمال بالماضي الذي أهدى مواطن كاميروني قميصه ويدعوه للإيمان بالله وحده لا شريك له. يلا نشوفوا هذا الفيديو ونرجع لكم. Viens, viens, viens. Mais tu veux nous ça. Mais tu vas faire quoi avec? Non, il faut pas. Tu es croyant, toi, tu crois en Dieu? Oui, oui. Hein? Toi, la magie. Hein? La magie, c'est bon. La magie? Oui, je suis croyant. Ah, croyant en Dieu, pas la magie. Amen, au croyant. Ok. Merci, merci. Toi, tu es. وجاءت تعليقات من بعد هذا الفيديو كالتالي. وفي تعليق الأول لفيصل، نعم الرجال أنت يا جمال، صحيح أن اسمك لائق عليك اسما على مسمى، ما شاء الله أخلاق حميدة، رجولة، دين وتواضع وطيب النفس والقلب، الله يبارك فيك إن شاء الله. وفي تعليق آخر لحكيم، من تواضع لله رفعه، هكذا يكون الرجال، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا بالتوفيق إن شاء الله. وفي تعليق آخر، رجل ذو أخلاق ودين، الله يبارك، فخر الجزائر. وفي التعليق الأخير، أحسن مدرب على مستوى العالم، أخلاق عالية، تربية، تواضع، رجولة، ربي يحفظه من العين. ومع أجواء الفوز، احتفل أنصار المنتخب الوطني بعيد ميلاد جمال بالماضي الذي صدف يوم المباراة. يلا نروح نشوفوا الاحتفالية الخاصة في هذا الفيديو. من بعد هذا الفيديو نشوفوا التهنئات اللي تلقاها بالماضي من قبل محبيه ونولوا لكم. وفي تعليق الأول لصابرينا، عيد ميلاد سعيد، كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله، مزيد من التألق ونجاح إن شاء الله يا رب العالمين. وفي تعليق آخر لمختار يقول، والله يستاهل كل خير وأنا أحبه كثيرا لأنه إنسان طيب ويحب بلاده وشعبه وكل الشعب الجزائري يحبه ما عدا الغيارين والحسدين، ربي يهديهم، الله يحفظه ويطول في عمره، آمين يا رب العالمين. وفي تعليق الثالث، إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وربي يطولك في العمر وتكون دائما فرحان يا رب. وفي تعليق لأشرف يقول، عيد ميلاد سعيد بالماضي، كل عام وإحنا رابحين.
نبقى في نفس الموضوع لكن في حادثة نقيدة لسابقتها، أين أظهر فيديو نشوب حريق في شاحنة مملوءة بالمفرقعات أمام مسجد الجزائر؟ خلونا نشوفوا الفيديو ونرجع لكم. ومن بعد هذا الفيديو كانت أبرز التعليقات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي كالتالي. وفي تعليق الأول، إن شاء الله سائق هذه الشاحنة يكون بخير وما تكونش خسائر بشرية، هذا هو الصح. وفي تعليق آخر، فالخير إن شاء الله، إن شاء الله سلامات لصاحب الشاحنة. وفي تعليق لإسماعيل يقول مربوحة إن شاء الله الاحتفال قبل مباراة العودة في بليدة. وفي تعليق آخر، الله يستر ويحفظ العباد. وفي تعليق آخر لمايوتا، سلامات إن شاء الله. وفي تعليق الأخير، أقسم بالله غير شعب وحده، في بعض الدول تغلق الطريق لجهتين وحنا فايت نورمال ويزيد فريني يتفرد. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام ترند الوطنية، إلى اللقاء.